عليكم، مبروك رمضان، بالصحة والسلامة إن شاء الله، وكل ما تمنيتوا لكم ولحبابكم. رمضان مبارك سعيد، بالصحة والسلامة للجميع. أزول سيتي مغامج رمضان دميمون، رمضان مبارك سعيد، الله يدخلوا لنا بالصحة والعافية على جميع المغاربة وأمك سلامة. الناس شهر رمضان اللي هو شهر الرحمة والسلام، أصولهم صحة والعافية، الله يتقدم منهم. رمضان مبارك سعيد، اللهم تعالى يدخلوا علينا وعلى جميع المسلمين بالصحة والعافية. رمضان مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم الصحة والعافية. بمناسبة حلول شهر رمضان، بو رمضان أتوس يا توت. بمناسبة الشهر رمضان الكريم، كنتاز هذه الفرصة باسمي باش نباركوا لكم هذا الشهر الطيب والعظيم عند الله. إسمع أيتما، أيكبي رمضان هذا دوماكي يسعدي يستشعر به الرزق. كنبغي نقول رمضان مبارك سعيد للمغاربه كاملين. رمضان مبارك سعيد ان شاء الله للمغاربه والمسلمين كاملين. كيهنيكم بشهر رمضان المعظم، الله يدخل علينا وعليكم بالرحمه ومغفره الذنوب. لكم رمضان مبارك سعيد، بالصحه والعافيه ان شاء الله كما كنتمناو، وهذا الشهر الكريم تكون فاتحه خير ونهايه هذه الازمه وهذا الوباء. نسال الله العلي القدير ان ينزل علينا هذا الوباء ويرجع لنا العاديه كل صحة وسلامة إن شاء الله. هذه المناسبة اقتضت العام عيشوا مع هذا الوباء ديال كوفيد 19 اللي باغي غنستسلموا له، ولكن حنا إن شاء الله قادرين نتغلبوا عليه. Nous espérons que cette situation difficile soit résolue dans les plus brefs délais. أسأله عز وجل أن يعفى عنا هذا البلاء، إنه سميع مجيب. ونقدروا من خلاله نتغلبوا على فيروس كورونا ونرجعوا لحياتنا الطبيعية ونتلقوا أحبابنا وصحابنا في أحسن حال. نعم الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يرفع لنا هذا الوباء وتكون جميع الأمة الإسلامية بخير وعلى خير. الأزمة الصحية اللي أثرت على العالم كله، بعد نبقاو متفائلين ومتفرعين ولطف ديال الله سبحانه وتعالى يرفع لنا هذا البلاء هذا. نتمنى يا ربي يرفع عنا هذا البلاء والوباء على كل إنسان في كل بقعة العالم. إن شاء الله الجائحة هذه تدوز هي دغيا، ومن الآخر رمضان إن شاء الله ندوزوا العيد ديالنا مع أهلنا. نطلب الله في هذه الايام المباركه انه يرفع علينا هذا الوباء احنا والعالم اجمع. دمتم سالمين، وندعو الله عز وجل باش يرفع علينا هذا البلاء هذا، وندوزوا كلنا ان شاء الله من هذا البريود ديفيسيل ونكونوا ان شاء الله بخير وعلى خير. كترجم الله عليكم والاسر ديالكم دوام الصحه والعافيه، وبغيت الله يكفيكم ان شاء الله هذا الوباء ويدوز علينا رمضان بالسلامه والعافيه.